كمان معانا الحلقات ال 13 المسلسلات اللي بدات في نص رمضان زي مسلسل تحت الوصايه زي ما انت قلت، وتعالوا نشوف مع بعض ملخص المسلسلات دي في سياق التقرير اللي جاي. حلقات مسلسلات رمضان امبارح شهدت أحداث مشوقة، البداية مع الحلقة الثامنة من مسلسل حرب. الإرهابي عثمان بيقرر تنفيذ عمليات إرهابية صغيرة وتصويرها وعرضها على رجال الأعمال الإرهابيين علشان يحصل على تمويل للعملية الكبيرة اللي بيحضر لها. بتتواصل الأحداث والرائد عمر بيزور منزل مروة أرملة التكفيري فريد واللي اتجوزت الإرهابي عثمان، وبيتفاجئ إنها ملفوفة بحزام ناسف. في مسلسل ضرب نار الحلقة 28 صفاء بتروح لبيت سحر أو مها نصار، وبتقول لها إنها لازم تنقذ صديقتها مهرة أو ياسمين عبد العزيز من إيد زيدان بعد ما حبسها في الفيلا بتاعته، وبتنصحها إنها تبلغ جابر أو أحمد العوضي باللي حصل. وبالفعل بتروح لجابر وبتحكي له عن الموضوع. جابر بيجري على الفيلا وبيدخل في صراع مع رجالة زيدان، وفي الآخر بينجح في إنه ينقذ مهرة. بخير؟ بخير. في الحلقة 28 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم، أمر عبد الجبار أو جمال سليمان رجالته بأنه يأجروا شخص غريب علشان يطلق الرصاص على نادرة وهي جاية تشوف ابنها. بالفعل وقف الشخص وأطلق عليها الرصاص لكن ما أصابهاش، رجعت بسرعة هي وحسن أبو عصاية للمنزل وهم في حالة ذعر. بدأت الحلقة 29 من مسلسل سر الباتع بقتل الفرنسيين لحامد، وكمان قتلوا معاه ناجي، وكان في حزن جديد بين أهالي القرية على الوقعة دي، وبنوا مقام باسم مقام السلطان حامد. ليه يا ناجي؟ ليه يا ولد؟ ليه اللي سلمنا على أمري وصفنا؟ أحلى موت أن نموت معاك يا أخويا. اضرب! في الحلقة 13 من مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، حنان سافرت اسكندرية عشان تأدي واجب العزاء في جد ولادها، لكن صالح استقبلها بشكل غاضب، وكمان والدته عفاف رشاد طردتها من العزاء. اقسم بالله ما كنت عارف انه تعبان. انت هتكدبي؟ انت هتكدبي والقرآن شغال كده؟ ما اختك كانت عارفة كل حاجة. احنا غلطانين ان احنا جينا. يلا يا حنان. ايوه غلطانين، امشي انت وهي وما تجوش البيت ده هنا تاني. انا مش عايزة اشوف وشكوا خالص، امشي. منك لله يا حنان، منك لله، منك لله يا غيبة. بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل رسالة الإمام بمتابعة الإمام لتدوين كتبه وتجلدها، ودي الفكرة اللي كان بيحلم بيها علشان يضمن نقل العلم للأجيال القادمة والانتفاع بيه. كمان الحلقة شهدت قيام عقيل بقيادة مجموعة من الرجال لمنع الشافعي وتلاميذه من دخول المسجد لخلافه مع الإمام مالك. عقيل خلينا ندخل، ده بيت ربنا. من تكونون حتى تمنعوا الناس من دخول المسجد؟ وما هي حجتكم؟ خلاف في العلم لم تتفقهوا فيه بعد؟ لن تفيدك فصاحة اللسان هنا، لن تدخل. أحداث الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة شهدت قيام جعفر العمدة أو محمد رمضان بتصوير جريمة قتل دلال أو إيمان العاصي لبلال شامة بالفيديو من خلال كاميرات المراقبة في مزرعته، وده كان في حضور شوقي وكارم فتح الله، وبعد اعترافها قصادهم بأنها ورا كل اللي حدث لابن جعفر العمدة. بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير قوي بتصوير أحمد مكي ومحمد سلام فيلم أكشن من إخراج أحمد الجندي، وبعد التصوير بيتحدث سلام مع مكي إنه مضى عقد فيلم جديد ومش عايز يشارك فيه، وبيتم تهديده بدفع المقدم اللي حصل عليه لو ما شاركش في الفيلم. وفي وسط الكلام بتيجي رسالة على موبايل أحمد مكي بإلغاء مهرجان المزاريطة. أحسن أحسن عنه ما تعمل. إيه في إيه؟